السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر. ولله الحمد نأتيكم دائما بالأخبار طبعة الحال في هذا المساء، هذا الأخبار الجميلة، الأخبار اللي تحتاجها المغاربة طبعة الحال، خاصة أن طبعة الحال المغاربة متبعين هذه الأجواء ديال العيد من أولها إلى آخرها. طبعة الحال الحمد لله ولله الحمد، العيد الأضحى المبارك يوم الجمعة، تقبل الله منا ومنكم طبعة الحال هذه الأضاحي ديال العيد. وطبعة الحال كنتمنى من جميع المغاربة أنهم يعيدوا، وكنتمنى كذلك من الناس الميسورين، الناس اللي عندهم الفلوس طبعة الحال في هذه المملكة المغربية، أنهم يتعاونوا يتضامنوا مع الفقراء الجيران ديالهم. فماشي بالضبط، ماشي بالضروري أنك تسافر وتفرق تعطي الحوالة إلى غير ذلك، فكاين جارك، كاين أخت ديالك، كاين العم ديالك، كاين مجموعة من الإخوان اللي قراب ليك تقدر أنك تعيدهم. وبطبعة الحال الحمد لله المملكة المغربية غتعيد نهار الجمعة إن شاء الله، وهناك كاين بلاغ ديال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اللي جاء واضح بطبعة الحال في هذه الأمسية أو في هذا المساء، حيث أعلنت وزارة الصحة والشؤون الإسلامية أن يوم غدا الأربعاء هو فاتح شهر ذي الحجة لعام 1441. طبعا الحال مجموعة من الإخوان ومجموعة كذلك من المناديب ديال المملكة المغربية يعني شافوا الهلال والحمد لله، وصلت لهم مجموعة من الصور ديال مجموعة من المدن أنهم ثبت رؤية الهلال، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون الجمعة 31 يوليوز. الجمعة 31 يوليوز هو عيد الأضحى. طبعا الحال نقول لكم متابعي قناة شوف تيفي، عيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير. حاليا 10:09 صلاة العشاء حسب توقيت الناظور ومليليا المحتلة والنواحي. إذن تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن علم المواطنين والمواطنات أنها راقبت هلال شهر ذي الحجة لسنة 1441 هجرية بعد مغرب يوم الثلاثاء 29 ذي القعدة 1441 الموافق ل 21 يوليوز 2020، فثبت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا، وعليه فإن ذي الحج في عليه فإن ذي الحجة هو يوم غدا الأربعاء 22 يوليوز 2020 ميلادية، وعيد الأضحى المبارك هو يوم الجمعة 10 ذي الحجة 1441 الموافق ل 31 يوليوز 2020. إذن متتبعي متتبعات قناة شوف تيفي أينما كنتم داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، أن نقول لكم ونبشركم بالخير أن عيد الأضحى هو 31 يوليوز إن شاء الله. إذن الحمد لله هذا الخبر اللي غادي يفرح جميع المغاربة، كنتمنى من جميع المغاربة، كنتمنى من الناس طبقة الميسورة، طبقة اللي عندها طبعة الحال المال أنها تساهم مع هاد الإخوان، كذلك المجتمع المدني، فعاليات المجتمع المدني بطبعة الحال شفناهم داروا القفاف الله يجزيهم بالخير، كذلك ما كرهناش نشوفوا فعاليات المجتمع المدني، ما كرهناش كذلك نشوفوا المحسنين ديال مدينة الناظور، مدينة الحسيمة، مدينة بركان، وجدة، كازا، الرباط، مراكش، أكادير، أسي، يعني جميع مدن المملكة المغربية من طنجة للقويرة نشوفهم أنهم يديروا هذه المبادرة تاع أضاحي العيد. بعض الإخوان بداوا في أضاحي العيد تيجمعوا الفلوس طبعا الحال باش يشتروا أضاحي العيد. الحولي هذا العام رخيص، تقدر 1000 درهم تشري الحولي، يعني إلا عندك مليون الفرانك تقريبا تشري 10 ديال الحوالة ب 10000 درهم، وهذا الشيء ما غريبش عليكم أنتم إخواني المغاربة، حاولوا أنكم تضامنوا، حاولوا أنكم يعني تعاونوا بعضياتكم في هذه الأزمة ديال كورونا. بغينا كل شيء عيد العام، ما بغيناش نشوفوا أرامل، ما بغيناش نشوفوا يتامى، ما بغيناش نشوفوا يتامى تيبكيو، لأن فرحة العيد لا توصف عند الأطفال، خاصة ديك الفرحة ديال الكبش فاش يكون في الدار وديك المرحلة، وحنا كنا صغار طبعا الحال كنا كنشوفوا هذه الأجواء الجميلة مع الكبش ديال الحيد أو ضحية العيد اللي كنعيشوا معها طبعا الحال، أجواء الفرحة، أجواء أننا نوكلوا ذاك الحولي الصغير ونشوفوا فيه ونبكيوا عند الذبيحة ديالو، وبطبعة الحال هذه هي سنة الحياة. إذن إخواني أخواتي أرجوكم تعاونوا مع هذه الفئة اللي محتاجة لهذا العيد هذا. نخبركم من جديد أن الحمد لله وزارة الأوقاف ثبت لديها أن رؤية الهلال ديال ذي الحجة، فبالتالي فإن العيد هو 31
يوليوز إن شاء الله أدخل الله علينا هذا العيد إن شاء الله باليمن والبركات ومغفرة الذنوب إن شاء الله، وكذلك إخوان ديالنا السجناء اللي محبوسين في سجون ديال المملكة المغربية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك الأسر ديالهم إن شاء الله، وأكيد إن شاء الله أمير المؤمنين الملك محمد السادس نصره الله أيده كيكونوا في هذه المناسبات، تيكونوا ولله الحمد يعني عفو ملكي، وهذا ليس بالغريب على جلالة الملك محمد السادس نصره الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي ملكنا وأن يشفي جميع الشعب المرضى من الشعب المغربي، وكذلك أن يشفي جميع الإخوان ديالنا المصابين بفيروس كورونا، ونتمنى أن الحجر الصحي يكون خاوي في الأيامات ديال كورونا إن شاء الله، باش الجميع يعيدوا مع العائلات ديالهم. ما كناش كنتمنوا أن كورونا ترجع لنا دور، لكن مجموعة من الإخوان أصيبوا بكورونا هنا، خاصة العائدين من مدينة طنجة والعائدين من مختلف مدن المملكة المغربية. إذن شكرا لكم متتبعي قناة شوف تيفي، طبعا الحال كنا معكم في البث المباشر منذ الصباح إلى غاية هذه الساعات المتأخرة من هذا الليل. كان معكم دائما قراش محمد من مدينة الناظور، دمتم سالمين وعيدكم مبارك سعيد، وإلى اللقاء.